قال سفير مصر بسلطنة عمان محمد غنيم إن العلاقات السياسية بين البلدين تتميز بطبيعة خاصة، مؤكدا وجود شبه تطابق في وجهات النظر فيما يتعلق بمختلف القضايا. وأشار سفير مصر إلى أن زيارة الرئيس السيسي للسلطنة ركزت على الجانب الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى تفعيل عمل البنية أو اللجنة المشتركة بين البلدين خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر. وكشف غنيم عن أن الرئيس السيسي سيلتقي غدا 44 من رجال الأعمال العمانيين، وذلك في إطار التعاون الاقتصادي. للمزيد من التفاصيل حول زيارة الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان، بينضم إلينا مباشرة من هناك من العاصمة العمانية مسقط الزميل أحمد أبو زيد، موفدنا إلى هناك. أحمد، اليوم طبعا كان في يوم حافل من لقاءات وزيارات أيضا تاريخية وعسكرية وثقافية، لو تجمل لنا سريعا بداية ما الذي حدث اليوم؟ ما جرى اليوم ولاء، بالفعل كما اسلفتي، جمله من الزيارات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ربما اغلبها كان ذا طابع تراثي تعبر به سلطنه عمان عن جزء من تراثها، عن جزء من اهم معالمها، تحديدا العاصمه العمانيه مسقط. الرئيس عبد الفتاح السيسي استهل هذا اليوم بالذهاب الى الجامع الاكبر، جامع السلطان قابوس بن سعيد. ذهب الى هناك وكان بصحبته بطبيعه الحال وزير الدوله المسؤول عن الشؤون الخارجيه السيد يوسف بن علوي، ذهب الى المسجد هناك وتفقد عددا من أروقته وبعض منشآته، ثم صلى ركعتي تحية مسجد وغادر بعد ذلك متجها مباشرة إلى دار الأوبرا السلطانية كذلك في العاصمة العمانية مسقط. ومن ثم وبالمناسبة عندما ذهب بطبيعة الحال وقع في سجلات الشرف في مقر الأوبرا العمانية وأبدأ إعجابا شديدا بهذا المبنى وبما يضمه كذلك في داخله. ثم بعد ذلك توجه الرئيس السيسي مباشرة إلى المتحف العسكري الذي يعبر في جانب كبير منه عن التراث العسكري الذي تفخر به سلطنة عمان عبر تاريخها القديم وكذلك جانب من تاريخها الحديث والمعاصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ذلك سيكون مدعوما كذلك. أنا بعتذر سأقاطعك، ربما نعود إلى الشأن العماني طبعا والزيارة، ولكن